أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل يشمل إطلاق سراح عدد من المحتجزين في القطاع وفي كلمة له دعا بايدن حماس للموافقة على المقترح الجديد معتبرا إياه الطريقة المثلى للبدء في عملية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من وحي خارطة الطريق التي نادت بها مصر منذ بدء العدوان على غزة وعلى خطى محطاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني وينتصر للإنسانية خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعرضا مقترحا إسرائيليا جديدا بمراحل ثلاثة خطوة تأتي من واقع إدراك الجميع بأنه لا مفر من وقف العدوان على قطاع غزة كما أكدت مصر دوما ولا سبيل لتقريب وجهة نظر الطرفين الا من خلال التوافق وتقديم التنازلات، ففي خطاب جاد دعا بايدن حركه حماس الى الموافقه على عرض جديد من اسرائيل لاطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف اطلاق النار في قطاع غزه، واعتبر هذا المقترح الطريقه المثلى للبدء في انهاء الصراع على حد تعبيره، في هذا الاطار اكد بايدن انه بوقف اطلاق النار سيتم توزيع المساعدات الانسانيه بامان وفاعليه في القطاع. بعد محادثات العديدة مع قادة إسرائيل وقطر ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط عارضت إسرائيل الآن اقتراحا جديدا شاملا إنها خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين حماس من جانبها ابدت استعدادا متحفظا على المقترح الامريكي معلنه انها تنظر له بايجابيه لما تضمنه هذا الخطاب من دعوه لوقف اطلاق النار الدائم في غزه وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع واعاده الاعمار وتبادل المحتجزين، واعتبرت حماس ان ذلك الموقف الامريكي يعكس ما ترسخ من قناعه على الساحه الاقليميه والدوليه بضروره وضع حد للحرب على غزه، وجاء نتاج الصمود اسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسله، وفي تاكيد على اهميه الوساطه المصريه مع قطر والولايات المتحده الراميه الى التوصل لاتفاق يفضي الى وقف اطلاق النار في القطاع، اعلنت الخارجيه الالمانيه ان الوساطه المصريه القطريه الامريكيه تحظى بدعمها الكامل. المانيا في بيانها رات ان هناك ضروره لاغتنام فرصه وقف اطلاق النار في غزه لاسباب انسانيه للوصول الى وقف دائم للحرب. إذا وبرأي حليفتها الأولى واشنطن وبشهادة المجتمع الدولي لم يعد أمام إسرائيل فرصة للنجاة من نار الغضب الداخلي ومرارة عزلتها الدولية المتفاقمة غير التفكير في سيناريو ما بعد الحرب لكبح جماح خسائرها على كل الأصعدة خاصة بعد أن تأكدت أن محاولات المراوغة في المفاوضات السابقة لم تؤتي ثمارها الخبيثة. فجهود الوساطة التي تصدرت المشهد فيها مصر وتعاونت خلالها مع قطر والولايات المتحده كانت قد اوشكت على ان تفضي الى اتفاق لولا التعنت الاسرائيلي وهو ما اكده بايدن خلال خطابه صراحه عندما دعا الاسرائيليين الى التروي والتفكير فيما سيحدث اذا ضاعت هذه الفرصه